نحن وصغار كانت أمي تعملنا عطول حلو، بس حلو عن حلو بيفرق. كان في الحلو اللي متوفر للجميع ومحطوط بالعلن وبنص طاولة المطبخ، يا ويلي ما أحليها الحلو. أما كان في غير نوع حلو اللي بيجي مطوق وعشوائي في عليه كلاب حراسة، هيدا الحلو لإياك ثم إياك تغلط وتمد إيدك على هالقالب الصفوف أنت وفاتح البراد وعم تتوحم الساعة 2 الصبح علقمة تحلي فيها ضرسك. هيدا حلو لو إجا CIA وقدر قطع كلاب الحراسة وحقل الألغام حواليون وحلو الشيفرة ليفتحوا البراد، ما بيسترجوا يمشوا فشخة في برات المطبخ إلا ما تشتي عليهم شحطات وسرامة بلاستيك وكنادر يا معلم. هول مرنين على B7 والC4 مش على الصرامة والشحاحيط. وانتبهوا، هيدا منو فيلم بهوليوود، هيدا فيلم حياتي أنا وصغير والمخرج أمي، ما حدا غريب. وحسب شو قرار المخرج هيدا حلو يا معلم، معمول مش بتمر أو فستق أو جوز، هيدا معمول في حال وبس في حال جايينا ناس.